أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأفاضل، وأهلا بكم ضمن النشرة المسائية نقدمها لكم من شوف تي في ونستهلها بأبرز العناوين. نزار بركة ينفي مرجة بخصوص إصلاح صندوق المقاس. قوات الأمن تفرق متظاهرين خلال تشييع جثمان المعارضة التونسي شكري بالعيد. ورياضيا، فريق رجاء البيضاوي يتعادل مع فريق القوة الجوية العراقية. بداية، أثار إصلاح صندوق المقاس ردود أفعال سياسية إعلامية وشعبية، فبعد ما قيل عن عزم حكومة بن كيران إلغاء صندوق يدعم المواد الأساسية لأغلب مكونات الشعب المغربي مقابل تقديم دعم مالي مباشر للفقراء، نفى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية كل ما راج بهذا الخصوص. مع الشعر والمتابعة. صندوق المقاس، ذلك الصندوق الذي ما فتئ النقاش حول طريقة وكيفية إصلاحه يثير ردود أفعال سياسية وإعلامية وشعبية، فبعدما قيل عن عزم حكومة بن كيران إلغاء صندوق يدعم المواد الأساسية لأغلب مكونات الشعب المغربي مقابل تقديم دعم مالي مباشر للفقراء، الفئة المفترض أنها تشكل النواة الصلبة ومحور اهتمام الصندوق، وزيادة مرتقبة في أسعار المواد الأساسية، نفى نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية كل ما رج بهذا الخصوص. الوزير الاستقلالي قال خلال لقاء صحفي عقده اليوم بمقر وزارة المالية إن الحكومة لم تبت في أي قرار يهم الدعم المالي المباشر وإمكانية تعويضه بدعم مالي قيمته 1000 درهم شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن صندوق المقاس سيبقى. ونقل نزار بركة عن محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة تأكيده على أن الإصلاح لن يكون إلا بالتدرج، وأن هناك عدة سيناريوهات من بينها الدعم المباشر والدعم المشروط، لكن الحكومة لم تبت بعد في هذا الموضوع. هذا وكان الاستقلاليان ياسمين بادو وعادل دويري قد انتقدا في خرجاتهما الإعلامية الأخيرة ما سمياه منح الدولة لدعم مباشر للفقراء في إطار إصلاح صندوق المقاس. ظاهرة التشرد انتشرت على مستوى عموم مدينة الدار البيضاء، ما يطرح مجموعة من التساؤلات حول الحلول وتطبيقها على أرض الواقع. كريم محمد يرصد لنا الظاهرة من خلال الروبورتاج التالي. المشهد من قلب العاصمة الاقتصادية، أناس يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، مسنون وشباب بدون مأوى، فضاع بهم السبيل وفقدوا خارطة المستقبل، فكان الشارع المأوى والرفيق في محنتهم. المجتمع ديالنا هو لا يرحم، المجتمع اللي هو كيعتمد الضرورة الأولى على المادية، وهذا ويد انا كنبغي نهضر على الوليدات الصغار اللي هما اللي كيكونوا مسردين، اما بالنسبه للكبار هما راه اصلا كيقدروا كيف ما كنقولوا يقدروا يعطيو واحد الاضافه ليهم يعيشوا بامان. بالنسبه للدراري الصغار الاكثر كيخرجوا من المدرسه ما كيبقاوش واحد يكونوا في واحد المرتبه اللي هي كانوا من الاصل ديالها خص يكونوا فيها مزيانين. فقدان بوصله الامل مع الاقصاء الاجتماعي سببان رئيسيان في استفحال وضع كارثي لا يحسد عليه، ما يجعلهم عرضة لارتكاب أعمال مشينة خارج عن إرادتهم. اللي كيتعرض بزاف ديال المواقف في الحياة ديالو كيتخلى على كل شيء وخرج للزنقة باش ينسى المشاكل ويتجه للإدمان المخدرات. قلة المبادرات تضع المجتمع المدني تحت دائرة الضوء، وغياب الجهات المسؤولة كغروب الشمس في وضح النهار يزيد الطينة بلة. غير انه خص واحد شويه ديال التهلو، واحد الشفاته من الناس المسؤولين، حيت هاد الشيء الظاهره كثرات عندنا في المغرب، وكنتمنوا من الله ان المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هذه المساله هذه، حيت هما كما كان الحال كيبقى انسان كيبقى خوك كيبقى مسلم، خصها تكون عندنا واحد روح ديال روح التضامن روح الانسانيه اللي ما بقاتش يعني في العنصر هذه ما كيبان لي ان هذا الشيء ما بقاش. الجهات المسؤولة تنادي ببناء وطن ودولة على أسس ديمقراطية
ما يبقي التساؤل مطروحا حول مغزى الشعارات الرنانة وتطبيق السياسات على أرض الواقع. مغاربيا، استعملت قوة الأمن التونسية القنابل المسيلة للدموع لتفريق مجموعة من الأشخاص استغلوا كثافة الحاضرين في مراسم تشييع جثمان المعارضة السياسي التونسية شكري بلعيد ظهر اليوم. وقال مصدر أمني إن مجموعة من المنحرفين والمخربين انتشروا في محيط المقبرة، قاموا برشق موكب الجنازة والمشاركين فيها بالحجارة والاعتداء على المواطنين وتخريب السيارات والممتلكات. على مستوى آخر، اعتبر تلة من المثقفين المغاربة أن اغتيال المعارض التونسي شكري بلعيد يعد بمثابة إنذار قوي قد تكون له تبعات خطيرة بهدف ترهيب الفكر الحر في سياق التحولات العميقة التي تعرفها المنطقة المغربية. ودعا المثقفون في نداء موقع باسمهم كل من يشاء إضافة اسمه وتوقيعه على صفحة تم فتحها لهذا الغرض في موقع الفيسبوك، ويحمل نداء نداء مسؤولية اغتيال المعارضة التونسية إلى الذين يتبنون إيديولوجيا بتأويلات لا إنسانية ويعملون على نشرها. في ظل هذه الأجواء، أصدر محمود شعبان أحد رموز السلفية في مصر فتوى مصورة أذاعتها معظم قنوات التلفزيون المصرية مساء أمس تقضي بقتال المعارضين وقتلهم إذا اقتضى الأمر، ليثير لغطا ومخاوف أمنية. حدث بوزارة الداخلية المصرية القيام بتشديد التدابير الأمنية في محيط منزلي محمد البرادعي وحمدين صباحي باعتبارهما من الرموز السياسية. نترككم مع مقطع من الفتوى. ملع يلم كثيرون أن جبهة الإنقاذ بقيادتها التي تبحث عن الكرسي بوضوح الآن حكمها في شريعة الله القتل. معايا دكتور عاطف؟ حكمها في شريعة الله القتل. بالعودة إلى الشأن الوطني، خبراء قانون دعوا خلال مائدة مستديرة نظمت بالعاصمة الرباط حول موضوع النظام المغربي الواقع والأفاق إلى إنشاء لجان مشتركة بين مديريتي الخزينة والضرائب بهدف رفع مستوى التنسيق بين الهيئتين وتوفير مزيد من التماسك للنظام الضريبي، كما اقترحوا بإقرار ضريبة على الثروات الكبيرة والمواريث. سينمائيا، أنظار عشاق السينما متجهة إلى مدينة طنجة التي تحتضن فعالية النسخة 12 لمهرجان السينما. اهتمامات الفاعلين بهذا القطاع مركزة على صورة المرأة في السينما المغربية بين النمطية والمعالجة المنفتحة. رباب بن عمرو وورقة في الموضوع. تعد المرأة أهم الأنساق الاجتماعية التي أثارت وما زالت تثير جدلا حول مدى إنصاف السينما لقضاياها ومواكبة تطورها وتعقد أوضاعها. فعلاقة المرأة بالسينما طرحت على الدوام إشكالا حقيقيا حول حدود مصداقية العمل السينمائي في نقل واقع المرأة وتصحيح تلك الصورة النمطية التي قدمت بها في العديد من النماذج. ومن خلال ما يوفره المشهد السينمائي المغربي، تميزت صورة المرأة بالالتباس عامة، فقد عمد الكثير من المهتمين بالشأن السينمائي إلى استباحة جسد المرأة وموضوعها في اليومي كمادة سينمائية تكرس تلك الصورة النمطية للمرأة في غياب شبه تام لمعالجة حقيقية لقضاياها. يقابلها تصور ثان حاول تقديم المرأة كفاعل حقيقي داخل المجتمع بعيدا عن أي قوالب جاهزة تحاول كشف تلك النظرة الذكورية عند التعاطي مع انشغالاتها، وعن تصحيح صورة المرأة داخل الشاشة الكبرى وطرح قضيتها بجدية. يقول الناقد السينمائي محمد شويكا بأنه يقتضي الإيمان بالمرأة كفاعل حقيقي ومؤسس للعلاقات داخل المجتمع المغربي وليس حصرها في الهامش، مستشهدا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بفيلم البيرة لمحمد عبد الرحمن التازي الذي يرى فيه نموذجا من الأعمال السينمائية الحديثة التي تعكس ذلك الوضع التقليدي للمرأة دون أن يخرج عن تلك الكليشيهات السابقة. كما يرى شويكا أن المرأة كانت ضحية المرأة نفسها في محاولة مجموعة من المخرجات المغربيات تناول قضية المرأة بشكل مختلف، غير أنهن سقطن في فخ تلك الرؤية الجاهزة التي تقزم من دورها، في إشارة إلى فيلم الراقد لياسمين القصاري وفيلم كيدنس لفريدة باليزيد. من جانبه، أكد مخرج كذا نيجرا نور الدين الخماري وأن النمطية التي عولجت بها قضايا المرأة في السينما هي نتاج للفكر المجتمعي السائد.
في الخبر الرياضي، تعادل فريق رجاء الرياضي البيضوي مع مضيفه القوى الجوية العراقية بهدف لمثله في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب فرانسوا حريري بمدينة أربيل العراقية برسم ذهب دور ربع نهائي كأس الاتحاد العربي للأندية لكرة القدم. بشرى بالعبد وتفاصيل اللقاء. برسم ذهاب الدور ربع نهائي لبطولة كأس الاتحاد العربي لكرة القدم، تمكن النسور الخضر من تحقيق تعادل ثمين أمام مضيفه الجوي العراقي في مباراة وصفت بالمثيرة. المباراة عرفت سيطرة حذرة من كلا الفريقين خاصة في الشوط الأول، لتنتهي بنتيجة سلبية بعد أن مال كل منهما للعب بشكل دفاعي مركز. أما في الشوط الثاني فقد كان فريق الجوي العراقي أكثر سيطرة على مجريات باقي المقابلة، وهنا تمكن المهاجم مصطفى كريم في الدقيقة 65 من ترجمة السيطرة للصقور هدف أول، إلا أن رجاءه في آخر الدقائق المتبقية من هذا اللقاء استطاع تدارك الهزيمة بفضل المدافع عبد الفتاح بوخريس نتيجة سوء تقدير حارس الصقور وسام كاصد. محمد فاخر مدرب الرجاء يعبر عن رأيه تجاه هذه المقابلة. لكن ظننا هذه خمس أسابيع وهنا ملعبنا البطولة ديال فريق المغرب توقفت هذه خمس أسابيع، فمن بعد خمس أسابيع أول مقابلة رسمية، فاول مقابله رسميه ما غتكون شي بالشكل اللي غنكونوا، ولكن بالنسبه للفريق القوة الجويه لاعبين مقابلات ديال 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 الدوري. حنا ما لعبناش هذه شهر ونص، ما لعبناش لان الفريق الوطني كان كيشارك في كاس افريقيا، فما لعبناش اول مقابله في الشوط الثاني ديال البطوله، فما كانش بسهله، ولكن ما يمكن لي الا نهني اللاعبين على النتيجه اللي حصلوا عليها وعلى الاداء الاخر ولا سيما في الشوط الثاني. في صفحه المنوعات، تحتضن مدينه ارفود براشيديه يوم غد تجربة علمية وصفت بالفريدة ستتم خلالها محاكاة الرحلات الاستكشافية التي يمكن تنظيمها لكوكب المريخ، والهدف منها هو تقييم آثار العوامل والظروف التي سيتعايش معها رواد الفضاء الذين تحدهم الرغبة في النزول مستقبلا على كوكب المريخ. وبهذا الخبر مشاهدينا نطوي معكم النشرة المسائية، إليكم قراءة ثانية لأبرز العناوين. نزار بركة ينفي مرجة بخصوص إصلاح صندوق المقاسة. قوة الأمن تفرق متظاهرين خلال تشييع جثمان المعارضة التونسي شكري بالعيد. ورياضيا، فريق رجاء البيضاوي يتعادل مع فريق القوة الجوية العراقية. ختام، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.